وبالعودة إلى الخبر الأبرز في النشرة المتعلق بحزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها اليوم رئيس مجلس الوزراء، تنضم إلينا الأستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال. أهلا بحضرتك يا فندم. بالتأكيد السؤال اللي بيطرح نفسه، كيف ستساعد هذه الحزمة من التسهيلات الضريبية في يعني تحفيز أو تغير مناخ الاستثمار في مصر وفي إيجاد حالة من الثقة بين المستثمر والحكومة المصرية؟ مساء الخير يا فندم. طبعا من الواضح جدا اهتمام مصر في الفترة الحالية بملف الاستثمار، وهم الملفات الهامة جدا اللي بتدر عائد جيد للدولة وبتسعى إلى استقرار سعر العملة وتوفر العملة الأجنبية. طبعا عفوا، كان في اهتمام من قبل الدولة في الفترة الحالية ان يبقى في إتاحات جيدة بالنسبة للمستثمرين، وعشان يبقى في الإتاحات الجيدة لنمو الاستثمارات لازم يبقى كل شيء موضوع بقوانين، ويبقى في تفاهم ما بين الدولة وما بين القطاع الخاص، لأن الفترة القادمة هيبقى في تنمية وزيادة لتواجد القطاع الخاص ولدوره في التنمية المجتمعية والتنمية الاقتصادية. من ضمن الأدوار اللي يعني شايفها الدولة إن هي هتكون مهمة اللي هو دمج الاقتصاد الغير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي من خلال تفعيل كيفية التعامل مع الممولين سواء الأفراد أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكمان أصحاب المشاريع الكبيرة عن طريق الدعم الفني من خلال مصلحة الضرائب وبناء جسور الثقة ما بينها وما بين الممول، حتى لا يكون يعني المطالبة بالضرائب يبقى فيها تهرب أو فيها يعني خروج لموارد كانت تتمنى الدولة ان هي تتواجد وسط ميزانيتها عشان خاطر تقدر تستكمل الصرف على العديد من البنود المهمة زي بند الصحة وتطوير التعليم وتطوير الخدمات وما الى ذلك. نعم. طبعا كان النهارده في لقاء صحفي مع رؤساء تحرير العديد من الجرايد والمجلات، تواجد فيه السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الماليه للاطلاع على ما سيتم في الفتره القادمه والحوارات المجتمعيه التي تتعلق بمشكله الحساب الجزافي للضرائب، مشكله عندما يتاخر الممول في سداد الضريبه والاعباء اللي بتبقى عليه، وتم اتخاذ العديد من القرارات اللي هتبقى محفزه لمناخ الاستثمار، ومنها كمان الاهتمام بتقصير فتره المتابعه والفحص عشان خاطر يبقى في رد على الممول السريع، وفي برضو اغلاق لبعض السنوات عن طريق مبلغ مقطوع، ده عشان خاطر يبقى فيه نوع من المرونه. نعم. ما بين مصلحه الضرائب وما بين المستثمرين. اشكرك جزيل الشكر الاستاذه حنان رمسيس خبيره اسواق المال، شكرا جزيلا لك.